الاسم محي الدين بودري هيبة، خريج بكالوريوس اقتصاد علوم سياسية، اتجهت للعمل الحرفية من ما يقارب على سنة 1995. التزمت بالنشاط الحرفي في الحدادة. نشاط الحدادة نشاط واسع، التطور العلمي واللي صاير في الصناعات هذه نحاول ان نتواصل معاه. اتجهنا للحرفة لأنها نعتبر فيها زي ما يقولوا الناس لولا، يعني صنعة ملك الجدين وصنعة اليدين. ورش الحداد نقوم بتصنيع أبواب، ونقوم بتصنيع نوافذ، ونقوم بتصنيع ديكورات حماية، نقوم بتصنيعات اليدوية اللي تعتمد على اليد، وبتطور الصناعي وصلنا للرسومات الإلكترونية والحلزونية. احنا تعلمنا في 5 سنوات ممكن تحت ناس يعني ممكن ما همش ليبيين، جينا اشتغلنا معاهم يعني نمدولهم في شيء، نولعولهم في ماكينة، نشيله معاهم نحطه معاهم. الانسان يتدارك نفسه، ما يعباش على السلبية اللي متواجدين فيها في مجتمعنا. صعوبة المهنة تكمن في آلاتها. يعني الشخص لما بنوضه من الساعة 7 الصبح لعند ما يقارب عن الساعة 11 الساعة 12، نقومه بالإعداد، ناخده في مقاسات، ناخده في أجهزة التحديد، نقومه بسرد الديكور، نتناقشه مع الزبون، نقومه بعملية التصنيع البدائية من البداية، يعني نرجع عليه نستلمه الطلبية، نكونوا الطلبية بإريحية كاملة، تمر بعدة مراحل، من مرحلة ما يعرف بالطرنجة عن طريق التقطيع، والشيء الثاني يعني نأتوا في عملية التجميع وهو تجميع ذاتي عن طريق ربط القواطر وربط المقاسات بالحام. بعد عملية الحام نطلعوا لعملية السنفرة، بعد عملية السنفرة ننتقلوا لعملية الطلاء. في من مرات نتعرضوا لقطع في شريال، لقطع في احد اصابعك، مرات تتعرض لعمليه احتراق من عمليه الحام. انت نواجهوا في عمليه قطع للاصابع، نواجهوا في عمليه خدوش، نواجهوا في عمليه النظر. حتى عمليه النظر بالنسبه للحام يأثر، مرات الانسان لما يغفل شوية على عملية الحام في ناظرة يقعد 3-4-5 أيام، مرات يعاني من ألام البرادة أو الرشاش متاع الحام عندما لما يجي في العين. يعني مهنة ما تقدرش توصف ضررها. أهم شيء إني نبي نوجهه للشاب الليبي، الشاب الليبي معلش إلا إنه يتجه للصناعات هدية معروفة. يعني نحن الشباب الليبيين نفتقروا للصناعة الحرفية، يعني ما فيش حتى نسبة 5% 6%. معروف أن الشاب الليبي لما يتمكن من حرفة يقدم فيها بأكمل وجه. مرحبتين بأي شاب يبي يجي ويتعلم. بالعكس أنا نرحب بيش، ممكن أنا نسيب العمل اللي في دي ونقوم بتعليم الشاب هذا، لأن أول حاجة أنا نبي نلقاه يكون صنايعي معاه. يعني إحنا شو اللي علمنا؟ أنا واحد من الناس تعلمت على اليدين الناس من البوسنة، من في جون الناس هذه. يعني أنا لما جيتهم شو بنقولك، نفتقر حتى للغة، يعني في تعاملي معهم نفتقر حتى للغة. تعلمت منهم أول حاجة، استفدت منهم في اللغة واستفدت منهم في عملية الصنعة. جونا أخوتنا، حتى هي أخوتنا من سوريا، تعلمنا منهم واتبتنا معاهم، وبدينا يعني شو بنقول لك، يعني بدينا احنا ناس نضاهوا العمالة الخارجية، ولينا يعني لينا ثقل في الصناعات هذه، وخاصة التطور الصناعي اللي صاير في عملية الرسومات الإلكترونية اللي خشت، والتصميم الحلزوني زاد سهل علينا وزاد أثبت من قناعتنا احنا في الصنعة هذه. أهم شيء أني أي شاب ليبي يبي يتفضل مرحبتين به، نعلموه وما نبوش منه لا رحمة الوالدين، لأن فعلا لما يجي يتعلم صنعة مش حيفيدني، حيفيد نفسه وحيلقى نفسه، وفي نفس الوقت
احنا اهم شيء ان نساهموا بنسبه على الاقل حتى 10% لدعم ليبيا، بس احنا بغض النظر على شيء نحطوا بلادنا في واجهتنا ونحطوا على اساس ان ليبيا هي الاساس الاول والاساس الثاني والاساس الاخير.